أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الآية في سورة البقرة فيها أول نداء في القرآن، أول نداء في القرآن على ترتيب القرآن: الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء. يا أيها الناس، هذا أول نداء في القرآن، نداء إلى التوحيد. يا أيها الناس، بعد أن قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق، وأطال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل النفاق لأنهم يخفى أمرهم على كثير من الناس. ثم جمع الله سبحانه وتعالى الجميع بقوله سبحانه وتعالى: اعبدوا، أي وحدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المخلق. الربوبية لابد أن يخلق الربوبية، لابد أن يخلق العبادة. اعبدوا الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني لا خالق إلا الله. ثم سرد الله سبحانه وتعالى أدلة على انفراد الربوبية، واحتج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لابد أن يفرض.